أغبى 10 تحديات على الإنترنت. تحدي الكبوت أو الكوندوم. هذا التحدي بدأ في عام 2006 على موقع break.com، وهو عبارة عن تعبئة الكوندوم بالماء والقيام بإسقاطه على وجه المتحدي. وطبعا لقوة صناعة الكوندوم لن يتفجر في رأس المتحدي. انتشر هذا التحدي في عام 2012، ولكنه حصد كمية كبيرة من المتحديين في عام 2015 2001، وانتشر في عام 2007 حلقة مليئة بالقرفة. يقوم المتحدي ببلعها خلال 60 ثانية. التحدي ينتهي بأنه يقوم الأشخاص بوضع السوائل الكحولية في أجسامهم، وبعدها يقومون بإشعال النيران، ثم يذهبون إلى دش الاستحمام لينقذوا أنفسهم. بعدما حصل مايكل فارت حميته 1000 سعرة وجبات يومياً، كل يوم، والذي سيأكل أكثر من الآخر،